السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة لكل متتبعي قناة دواجن أبو علي، حياكم الله جميعا. إخوان الكرام، حلقة اليوم بإذن الله تعالى هي خاصة فقط لدعم القنوات ذات المحتوى الهادف والتي تنشر ما يمكن الاستفادة منه، وهذا الدعم مجاني وبدون مقابل حتى لا يأتي المتكلمون الذين تعودوا التعقيب على كل شيء. فهدفنا ليس ماديا من الدرجة الأولى، ولا نحتكر المعلومة ولا ندعي المعرفة والتميز، فنحن لازلنا في بداية الطريق وليس نزولا عند رغبة أحد، بل هي صعودا وارتقاء إلى إفادتكم ولو باليسير. فمعظم هذه القنوات التي ستظهر في هذه الحلقة، سواء كانت بتعريف أصحابها أو التعريف بها بالصور، فهي على الأساس لها محتوى هادف ومحترم وفي مجالات مختلفة، منها التعريف بجمالية الطبيعة وخصوصا طبيعة بلدنا المغرب الجميل، أو في مجال الفلاحة والزراعة وتربية الدواجن أيضا، والماشية وصناعة الفقاصات. وليس الأمر مقتصرا فقط على الأمور الدنيوية، بل هناك أيضا قنوات دينية. فعلى العموم سأترك لكم أصحاب القنوات، هم من سيتحدثون عن قنواتهم. وهناك أيضا بعض القنوات لم يتيسر لأصحابها الظهور، لكن سنعمل على ذلك قدر المستطاع، وسنضع لكم روابط قنواتي في صندوق الوصف أسفل الفيديو. وللعلم إخواني الكرام أن نقدم هذا العمل بدون مقابل كما ذكرت، فقط من باب نشر المعرفة وإفادة الناس قدر المستطاع، ونحتسب الأجر عند رب الأرباب سبحانه وتعالى. فقط دعوة خير في ظهر الغيب تكفينا، ففرجة ممتعة إخواني الكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه الأطلس المتوسط، ومن هنا تأتي التحية لأغلى الأحباب ولأغلى الأصدقاء متابعين قناة دواجن أبو علي. نتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. هذه قناتنا، هذا هو المحتوى، كل ما يخص عمق الأطلس الجميل. مرحبا بكم، تابعونا لكي نكتشف معا الأطلس الجميل، ونعدكم إن شاء الله أنه سوف نبذل قصارى جهدنا لتقديم الأفضل إن شاء الله في هذه القناة التي سوف تجمعنا معا. نتمنى أن نكون عند حسن ظنكم بنا، ونقدم أجمل التحايا لمتابعين قناة دواجن أبو علي. بارك الله فيكم وحفظكم من كل سوء، ونتمنى لكم حياة مليئة بالأفراح والمسرات. من قناتكم عمق الأطلس الجميل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة دواجن أبو علي. يشرفنا اليوم أن نطلع عليكم من قناة دواجن أبو علي لنعرفكم على قناة الفلاح المغربي. قناة الفلاح المغربي هي قناة تهتم بالزراعة، الفلاحة، تربية المواشي وأيضا تربية الدواجن. على قناة الفلاح المغربي نحاول دائما أن نأتيكم بالمعلومة الصحيحة من المصادر الموثوقة، ونحاول أيضا أن نأتيكم بكل ما هو جديد في المجال الفلاحي. هدفنا الرئيسي هو الوصول إلى أعلى إنتاج أقل التكاليف عن طريق تعلم الطريقة الصحيحة في تقديم الأعلاف، كمعرفة الاحتياجات اليومية للحيوان، ومعرفة كمية العلف التي يحتاجها الحيوان يوميا، وتعلم الطريقة الصحيحة في حساب مكونات العلاقة، وأيضا معرفة جدول العلاجات والتلقيحات، ومعرفة الأمراض الشائعة التي يتعرض لها القطيع. كل هذا يجنبك خسائر إضافية تثقل كاهلك وتنقص من أرباحك. لذلك ندعوك للاشتراك في قناة الفلاح المغربي. وأخيرا شكر خاص لقناة دواجن أبو علي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مهارات المخترعين الصغار، قناة ذات محتوى هادف نشرح فيها طريقة تشغيل الروبوت مومو. هذه القناة تهدف إلى إدماج الأطفال في عالم الروبوتيك، ورفع نسبة الذكاء لديهم، وتطوير مهاراتهم الإبداعية. وهنا نعتبر الروبوت مومو كصديق لنا. بعد انتهاء السلسلة سيتمكن أبناؤكم من التعرف على قطع الروبوت، وتعلم حركات الروبوت، وولوج عالم البرمجة، وتركيب الروبوت، والاستئناس مع لغات البرمجة المعقدة. شاركوا القناة مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم كاملين الخوت، الله يسخر لكم الله يسهل عليكم. وتحية لصديقي عبد الجليل صاحب قناة دواجن أبو علي، شكرا وبارك الله فيك. بغيت نقول لك خويا عبد الجليل والمشاهدين ديالك الكرام، هي القناة ديالي بقى على نفس السمية ديالي من نهار سجلتها بالسمية ديالي، بي عبد اللطيف، بقى بنفس الاسم بي عبد اللطيف، مازال ما غيرتش لها الاسم. القناة تتبحث ديما في ما هو جديد بخصوص التفقيس، دائما تنبحثوا وتنسعوا لتحسين جودة التفقيس. المهم القناة الأغلبية ديال الأعمال ديالها تتعلق بتفقيس الكتاكيت، سواء دجاج ولا بيبي ولا سمان، المهم التفقيس بصفة عامة. وتحية لكم الخوت والله يسخر لكم. وهذا هو البلاصة فين تنشتغلوا، هذه هي الورشة ديالنا. تحية لكم كاملين والله يسخر لكم والله يسهل عليكم. وهذه بعض الأعمال ديالنا، هذه لها ثلاجة ودرنا لها باب ديال بانو ساندويتش، ويكون فيها واحد الحزام من الفوق هو اللي بقى الخوية ديالو. هذا ميكانيزم ديال واحدة أخرى. يلا وتحية لكم الخوت والله يسخر لكم الله يسهل عليكم كاملين. عليكم إخوة الكرام، معكم باح عبد الرحمن، مربي ومنتج وبائع دود القباب تحت شعار يسلك أينما كنت إن شاء الله الرحمن الرحيم. أولا كنشكر السيد أبو علي صاحب قناة دواجن أبو علي على الاستضافة ديالو الكريمة، شكرا جزيلا أستاذي أبو علي. باش نتكلم يعني باختصار طريقة تربية ذو القبابي، مثلا هنا عندنا كاين الخنافس، خنافس ذكر وأنثى كتتزاوج وكتعطي البيض كتولد تبيض، البيض كيفقس وكيولي الدود كيكبر كيولي تقريبا لهذا الحجم هذا وما أكبر. من بعد كيتحول للشرنقة، الشرنقة كما كتشوفوا هي هذه. من بعد الشرنقة كتحول للخنفسة، خنفسة بهذا الكولور هذا. بعد يومين ثلاثة ايام كتحول الخنفسه للشكل اللي كما شفتوه في الاول سوداء. هذه هي الدوره ديال الانتاج ديال دود القبابي. لمزيد من الاستفسار والتعلم نرجو من الاخوان الكرام انهم يتبعوا قناتنا اللي هي اسمها قناه علف الدواجن قبابي باحو، قناه مختصه بتربيه دود القباب بصفه عامه. هذاك الشيء اللي كاين ان شاء الله الرحمن الرحيم. ومرحبا بالإخوان وشكرا جزيلا لسيدي الفاضل أبو علي والقناة الكريمة. قناة المحسن للدواجن والسمان، أنت في أيدي خبيرة. قناة المحسن للدواجن والسمان، أنت في أيدٍ خبيرة، كل ما يهمك من التربية في البطاريات، العزل الحراري، الاستفادة من الأعشاب والأدوية في عالم تربية الدواجن في المنازل والعنابر. قناة المحسن للدواجن والسمان، دكتور أحمد عبد المحسن ناجي، أنت في أيدٍ أمينة. السلام عليكم، كيف حالك ابو علي؟ القناة حقتي تتكلم عن الدجاج، تتكلم عن محاكر الدجاج، كيف طريقة المحاكر وكيف ترتيب الغرفة، وعندي كيف تسوي الدجاج اول ما تفرخ ايش تسوي، وايش انواع المكان اللي موجود في الدجاج، واهم شيء عندي انا ترتيب المكان ونظافته وكيف الطريقه وايش تسوي وايش الافضل ايش تسوي. وهذه قناتي وتتكلم عن الصيصان، برضه تربيه الصيصان والبيض، وايش نسوي وكيف نسوي بالبيض. فهذه قناتي اللي تتكلم عنها
وإن شاء الله تشوفون أكثر وأكثر في القناة، والله يوفق الجميع إن شاء الله، والله يحييكم. قناة هاوي الطيور. وهذه أيضا بعض القنوات التي يمكن متابعتها ومشاهدتها والاستفادة منها، فبالتوفيق إخواني الكرام لكل أصحاب هذه القنوات والتي لم تظهر أيضا نعتذر منهم، التي لم ندعمها أو لم نذكرها فنعتذر، ومن أراد أن يضع رابط قناته فليضعه في المنتدى الخاص بالقناة. وشكر الله لكم إخواني الكرام وجزاكم الله خيرا، ولا تنسونا من صالح دعائكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.